السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم في تونس وخارجها. أيها المواطن الكريم، أيتها المواطنة الكريمة، اتضح أن الغذاء والدواء والموعد مع الأطباء وشغل الأبناء وكل الهواجس والأعراس المؤجلة والملغية والملغات كذلك كلها لا تهم. هل استمعتم إلى واحد من كرونيكر تابع الدعاية السوداء لسلطة الانقلاب يقولها في مثل هذا التاريخ، بالذات تاريخ الشهداء والدماء، يقولها وبالصوت العالي؟ قيس سعيد في 10 دقائق عمل ما لم يفعله كل سياسي تونس في 10 سنوات، في 10 دقائق أزاح ما يسمى بالإسلام السياسي، وهذا في حد ذاته كافٍ. هواجسك وهمومك ودراستك وقرايتك وكل ما يتعلق بك أيها المواطن اتضح بأنه لا يهم. في لحظة صدق واعتراف نادرة قال لا يهم. 10 دقائق عمل قيس سعيد ما لم يفعله كل السياسيين. مهم جدا أن نفهم أين نحن، وهذا يذكرنا كثيرا بتوفيق بن بريك قالها: إذا التنمية وإذا الرفاه والنماء والخير يأتي مما يسمى بالإسلام السياسي فلا حاجة لنا به. هذه موجة ولنا موجات أخرى. مرحبا وأهلا بكم.